الآن هنالك في عالم الغرب تعطش إلى دين ينقذه، هذه الأعمال، أعمال العنف، وأعمال القتل، وأعمال التفجير، وأعمال الخطف، وأعمال الذبح، وتصور في القنوات العالمية. هذه تعكس ابشع الصور عن المسلمين وعن الاسلام وتخلق هنالك حاجز نفسي بين الاخرين وبين هذا الدين النبي صلى الله عليه واله في حديث معروف يقول لولا ان يقال ان محمدا صلى الله عليه واله استعان برجال مضمون الحديث لعله ولما غلب قتلهم لضربت اعناق كثير كثير من صحابه النبي صلى الله عليه واله كانوا مستحقين للقاتل ولكن القتل يلوث، مره واحد يهاجمك، ضروره، ذاك بحث اخر، القتل عموما الا في قصوى حالات الضروره، وبعد ان تنسد جميع الطرق الاخرى هذا يلوث. الآن في جميع لعله القوانين العالمية الجواسيس يعدمون إذا وجدوا هنالك جاسوسا يأخذوا يعدمون ولكن لاحظوا سورة التوبة في مسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله جواسيس الروم كانوا النبي ماذا فعل صلى الله عليه وآله هل قتل واحدا منهم؟ في قضية حاطب ابن ابي بلتعه ذلك الرجل الذي عرض جيش النبي صلى الله عليه واله للخطر وكاد ان يفشل قضية فتح مكه ويمكن على اثر هذا العمل الذي قام به حاطب يمكن المئات من المسلمين كانوا يقتلون النبي صلى الله عليه واله اخذ حاطب وقتل الدماء تلوث وتمنع الابلاغ القران الكريم لاحظوا كلمه الابلاغ وكلمه البلاغ وكلمه التبليغ مكررا مذكوره في القران الكريم ابلاغ يعني ايصال هذه الاعمال تمنع ايصال رسالات الله الى البشر ولذلك في الواقع في ظل الظروف الراهنه ينبغي الحذر بشد وينبغي التوقف عن اعمال العنف لان اعمال العنف لا تخدم الهدف وانما تضر الهدف